أهلا وسهلا بقناتي قناة الشيف سحر. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تحفة، وصفة العيش الفينو أو الخبز اللخمنيوت منقوله بفلسطين الصحي. هاي الوصفة أنا كنت أستعملها بالمطعم اللي اتدربت فيه حتى أصير شيف. المكونات كلها هحطها تحت الفيديو ده في صندوق الوصفات. نبتدي بقى الوصفة بتاعتنا. لازم نحضر الخميرة. عندنا هنا الخميرة نخلطها مع سكر، نزيد عليها مية دافية مش سخنة. ما ينفعش نحط مية سخنة على الخميرة تقتلها، ما تقعدش تتفاعل وما نقدرش نخمر كده العجينة أو العيش بتاعنا، ما ينفخش وما يخمرش. أوكي، زي ما انتوا شايفين بس كده حاجة تغمر الخميرة والسكر. حركها شوي شوي ونغطيها ونتركها على جنب. بعدين منضيف المقادير الناشفي اللي هي عندنا هون حليب بودرة، يعني لبن بودرة، وعندي هنا ملح. نزيدهم على الدقيق ونخلطهم كويس. بعد ما نخلطهم كويس وتكون الخميرة بتاعتنا جهزت، ننزل الزبدة. الزبدة ده 30 جرام يا جماعة. إذا أنتوا مش عاوزين تستعملوا زبدة ممكن تستخدموا بدل الزبدة زيت زيتون 30 مل. نعمل عملية الفرك زي البس كده. نفرك الزبدة. الزبدة لازم تكون طرية مع الدقيق لحديدة ما تختلط كويس. دلوقتي الزبدة بتاعتنا اختلطت كويس مع الدقيق أو الطحين، منزيد الخميرة. زي ما انتوا شايفين الخميرة صار فيها رغوة، يبقى جهزت. نزيدها على الطحين وبعدين نبلش نزيد المية. المية للوصفة دي هي 350 مل. ما تزيديش المية لأنه هي دي المية. أنا حطيت الوصفة الدقيقة مش بالتقدير، مش ب يعني دي نفس الوصفة اللي كنت استخدمها وانا اتدرب واخد شهادتي كشيف، فدي دقيقة 1000%. ده كمان حتى ال 350 تخلطي فيها الخميرة والعجن، ما تزيديش تاني. أنا الصراحة اللي علمني أخبز لما كان عمري 8 سنين كانت جدتي الله يرحمها. جدتي هي اللي علمتني أعجن وأخبز بفلسطين. دي المرحلة دي منقول لها نلم العجين. أوكي، العجين بتاعتنا نلمها على بعضها زي ما انتوا شايفين كده حتى كلها تختلط مع بعض، ونزيد المية شوية شوية. وكانت كمان جدتي تقول لجن العجين، احنا بنقول لجن او المصريين بيقولوا البولة بتاعت العجينة، البول اللي احنا بنعمل فيها. مفروض دايما ان احنا ننظف الاطراف وما نخليش ولا نقطة عجين لازقة هناك. طبعا انا كان بامكاني اعجن ده على العجانه، انا عندي العجانه كينوود، بس انا قلت عاوزه اوري الستات والرجاله اللي ما عندهمش العجانه. مش كلنا عندنا العجانه، فبوريكم ازاي احنا نعجنها بايدنا. يا جماعه اذا كانت العجينه قاسيه معاكي ومش عارفه تحركيها اتركيها دقيقه هي ترتاح وتشاور عقلها وترتخي وتقدري تشتغلي فيها.
اوكي انا بعمل كده عشان املسها. كل ما كانت العجينه ملسه وناعمه كل ما كان البريد رولز او عيش الفينو احسن. شايفين هنا انا كنت تركة العجينة دقيقة مش اكتر. ليه؟ لانها كانت صعبة تقلت كده بقت قاسية فتركتها تريح. زدت شوية زيت عشان ما تلزقش على ايدي وابتديت برضو احرك فيها. كل ما عجنتي فيها كل ما كانت العجينة احسن معاكي للخبيز يا جماعة زي ما انتوا شايفين. اوكي ولما تقسى تاني وصدقين هتقسي برضو تركيها كمان دقيقة. دلوقتي تقريبا انا هنقولها على البيستري مات. تركتها دقيقة وهحطها على البيستري مات بتاعتي. هرش دي على البيستري مات. شايفين انا عبين ما رشيت وحضرت ده كان دقيقة. شايفين ازاي بشدها بمطها. لازم تعملي كده عشان الجلوتين اللي فيها يطلع. شايفين بتشدي صدقيني سهلة. انا بس البيستري مات بتاعتي عجينة الهاي ما كانتش لازقة كويس لانها انا كنت غسلها ومش ناشفة 100%. فعشان كده كانت تتحرك. ما تخافيش مش هتغلبك. شايفين ازاي بملسها. شايفين ما احلاها يا جماعه. ما فيش احلى من العيش والخبز البيتي. صحي لاولادنا وصحه لينا وتضمني الكالوري. هنا دلوقتي انا خلصتها هتركها اول مرحله تخمير 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه جيت طلعت الهواء اللي فيها بعدين رجعت خمرتها تاني كمان 20 دقيقه. هنا زي ما انتم شايفين انا قسمتها لقسمين. هغطي قسم كده على جنب واخد اول قسم هوريكم ازاي كنت اعملها في المطعم. كنت اقطع بالقطاعة بتاعت العجين دي واوزن زي ما انتوا شايفين انا عم بوزن كل 60 جرام. كل بريد رول كل رول او بان بتاع البرجر ده او الساندويتش لازم يكون وزنه 60 جرام. ده كده يكون الكالوري قليل يكون البورشن طبيعي مش مبالغ فيه ومش قليل كمان. اوكي يطلع لك بالمعايير دي بال 600 جرام دقيق يطلع لك بتاع بالظبط 20 رول. ناو المفروض ان احنا ندهن وش العيش بالبيض. انا ما بحبش ادهنه بالبيض. انا دهنته بميه او لبن حليب اللي انت عاوزاه بينفع بالتنين. واذا مش عاوزه تدهنيه ممكن تسقطيه وتحطيه ما تفرقش. ممكن تتركي الرول السادة او ممكن زي ما انت شفتوا انا حطيت حبة البركة سودا احنا بنقولها الحبة السودا او الازحة او تحطي سمسم او المخلوط التنين مع بعض. انا حطيت التنين او تتركيها سادة. اوكي انا دلوقتي خلصت الرولز المدور هغطيها واتركها تختمر لمدة 30 دقيقة. القسم الثاني بقى هعمله رول بالطول بس هكبر الحتة. ليه؟ لانها هتكون كوجبة رئيسية. ده هاخده كوجبة نقول خفيفة والتاني هعمله كوجبة كبيرة. يعني مثلا عاوزة اعمل شاورما اعمله في هداك بدل ما ياخد العيل اتنين من ده ياخد واحد من الرول. الرول انا هعمل الوزن 90 جرام. شايفين عملت الرول بالطول وزنه كمان مرة 90 جرام يا جماعة. هو زي الصباع. انا هنا مش هبرشه بس مش هحط المية عليه بس من فوق اسهل ليا احطه كله بالمية. اوكي حطيته كله بالمية. بعدين حطيته في صينية عليها ورق الخبيز وبرضو رشيت عليه طحين. اوكي وممكن تدهنيه كمان مرة باللبن. انت عاوزة تدهني بالبيض براحتك. وتحط عليه سمسم ممكن تتركيه سادة وممكن تعملي عليه تحطي أي توبينج. حتى أنا في قسم منهم حطيت بارميزان مطحونة
طعمه حلو. في ناس بتحط بصل ناشف، اللي انت عاوزاه. زي ما قلنا الفرن لازم نحميه، نحميه على حم 180. انا ببدأ دايما العيش بتاعي 180 لحديد ما بيبدأ ياخد لون، بعلي الحرارة ل 220 230 250 حسب نوع الفرن بتاعك. انا بعلي فرني 220، هنا جهز هخبزه. طلع عشان ما يتحرقش من تحت عندي الشبكة اللي انا بطلع عليها البسكوت والعيش بتاعي. جربوه، طعمه تحفة، طري جميل وصحي، ريحته حلوة، مش زي اللي بنشتريه من المحلات فيه حاجة كده المواد الحافظة مش حلوة. إذا عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا ليكم، وادعموني واعملوا شير للوصفة بين قرايبكم وحبايبكم. شكرا شيف سحر مرقص.